يعني جبل حي عشان نتفقد البيوت تجني لازم المركب بعد 30 يوما من الفيضان. يعني المويه من هنا لحد المسجد، انتوا شايفين المويه لحد المسجد ده هناك، يعني كل البيوت اللي انتوا شايفينها دي مغموره تماما بالمياه. السنة الفاتت تحديدا فهي أصلا من ناحية إيراد هي سنة يعني كبيرة جدا وعالية جدا، يعني سنة ريكورد، يعني فما ممكن الناس تتخذها كمرجع، لكن ممكن تتخذها كمرجع لأعلى الفيضانات. في النيل الأزرق نحن حتى الآن أغلى بمليار من السنة الفاتت، أما بالنسبة للعبراوي فنحن يعني تقريبا نفس الكمية، لكن يعني التوزيع مختلف. يعني النيل الأزرق والعبراوي لأنه ديل هم بيجيبوا 95% تقريبا من الفيضان، وهم أنهر شديدة الموسمية. أهم معالم فيضان هذا العام والتي تتمثل في أمطار فوق المعدل على الهضبة الأثيوبية والتي تسببت في زيادة الإيراد النيل الأزرق ونهر عطبرة، وبالتالي ارتفاع المناسيب فوق مستوى الفيضان على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي. وأيضا تطرق التقرير وزارة الري والموارد المائية حول توقعات الأمطار من الإرصاد الجوية، والتي أشارت أيضا إلى زيادة معدلات الأمطار في شهر 8 وأيضا التوقعات لشهر 9 القادم. أيضا اتسم ب الإيراد الكبير الغير متوقع من النيل الأبيض والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المئة عام السابقة. لأول مرة لينة الفيضان حددت ما يسمى بالتصرف الآمن، وكانت متابعة يومية في بعض الأحيان كانت 650 مليون متر مكعب خلف سد الروسيريس، في أحيان أخرى 600 مليون، وهذه الأيام 550 مليون متر مكعب، وذلك لتخفيف منسوب الفيضان على مجرى النيل. أيضا تم استخدام سد مروي في تمرير التصريف الآمن وهو 800 مليون متر مكعب، وعبر هذين الإجرائين تم بنجاح استخدام الخزانات السودانية لأول مرة في كسر حدة الفيضان. المجلس القومي للدفاع المدني هو المسؤول عن الاستجابة، أما الوزارة الريفة هي وزارة فنية، يعني عملها بيختص بتوفير البيانات عن حالة النيل وتوفير التنبؤات. بالنسبة للاحترازات طبعا بتبدأ قبل الخريف، فنحن بدينا من شهر مايو في إعداد خطة الطوارئ، ودي تمت مع التنسيق طبعا مع المجلس القومي للدفاع المدني. الخطة فيها محورين، محور فني ومحور إداري. المحور الفني بيشمل رصد وتحليل البيانات الهيدرولوجية، ده طبعا بيشمل استعدادنا في محطاتنا من الحدود إلى الحدود، التنبؤ بالفيضان، وده معناه تشغيل أنظمة الإنذار المبكر بالفيضان. من ناحية المحور الإداري طبعا ده يعني بيشمل نشرة يومية بالمقاييس والبيانات على طول النيل، ونشرة بالتنبؤات، يعني الدعم اللوجستي بالنسبة للمحطات وبالتحديد المحطات الحدودية، وتغذيتها بكل الإمكانيات الممكنة قبل الخريف. القصة ما تمت تحديدا اللي هي يعني تطلب يعني مساعدة جهات أخرى، اللي هي عمل خرط لكنتورية على طول النيل لتوضيح، يعني لما نتكلم عن تنبؤات نوري أثر على الخرط وعلى الغرى وهكذا. يعني الفيضان هو في حد ذاته ما كارثة، هو مشكلة بتاعت يعني preparedness أو جاهزية. الجاهزية بتشمل في الأول التخطيط بالنسبة للعمران، اللي هو سهولة الفيضية للنيل، يعني الناس ما تعمل فيها عمران وما تضيق المجاري بتاعت النيل. المواطنين لازم يتابعوا بالنسبة للسيول تحديدا، احنا بنعتبر السيول اخطر من النيل. ليه؟ لانه النيل ارتفاعه بيكون تدريجي، اما السيول دي فبيكون يعني شيء خاطف جدا وبسرعة كبيرة جدا وبكميات مهولة. فأنا والله في الحقيقة يعني داير المواطنين يهتموا بنشرة الأرصاد الجوية،
يعني لما يتكلموا في منطقة معينة في نهر النيل أو كده إنها حتشهد أمطار أو كده، هم المواطنين بيعرفوا الأودية تماما، فلازم يكونوا حريصين إنه يتابعوا النشرات دي ويكونوا جاهزين يعني بإنه يبتعدوا عن مجاري السيول. الاستعداد في خريف 2021 يعني للفيضان بالتحسب بأنه حيكون في فيضان وفي غياب للمعلومات، وبالتالي الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمقابلة هذا الوضع. هذا العام تم ملء سد النهضة في خلال شهر يونيو ويوليو، وعبرت المياه الممر الأوسط في يوم 27. بعد ذلك كل إيراد النيل الذي يدخل سد النهضة هو كمية المياه التي تخرج منه، بمعنى بعد 27 ليس هنالك أثر على سد النهضة لفيضان هذا العام. أثيوبيا خزنت حوالي 4 مليار وإحنا كنا مستعدين لتخزين 13.5 مليار، ده برضو بيوضح غياب المعلومات، يعني بيعمل مشكلة كبيرة جدا في تشغيل السدود السودانية نسبة لصغر حجمها مقارنة بسد النهضة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الاستعدادات انت ما بتعملها اثناء الخريف، انا بضطر اعمل الاجراءات دي من مايو، فانا بكون من مايو مستعد باجراءات محدده، وعلى اساس انه اثناء الخريف في طريقه معينه بتملا بها السدود الاثيوبيه، ولكن للاسف بدون معلومات ده اللي بيحصل، بيعمل ربكه في تشغيل السدود السودانيه وبيعمل تكلفه اضافيه على السودان بانه يخزن مياه كان ممكن يولد بها او كان ممكن يستفيد منها في التوليد في خزانين في الروسيرس وفي مروي، وكان ممكن أيضا يستفيد منها في زراعة وخلافه، فده كله تكلفة إضافية نتيجة لعدم توفر المعلومات.